مع خدامة مع صناعة مع كذا برشا. قديش خدم معك من واحد في النصبة نارسو؟ نخدم في زوز. زوز قديش خلص كل واحد؟ كل واحد 40 40 80 و70 معناها 150 دينار هذوما الساعة يلزمك تصورهم. هذول ما فيهم حد شيء. ما غير فطور ما غير ماكلة ما غير حد شيء. يعني يقولوا بريسك بالمزوط بالماكلة 200 دينار. 200 دينار. 200 دينار أنت تصورهم في سوق؟ شو يصورهم شوف ما يصورهمش. صعيب ياسر لمن ماكسيمو كي كذا كي السوق حبيه يحافل 250 270 يعني باش يلقى هو 50 60 بريسك كيما الصانع اللي معاه. كيف 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 تجارة الفريب اليوم فيها برشا مشاكل خاصة انه السوم البالغ لا وما عادش قبل كانت الناس تقبل على الفريب اليوم نقص شوية لقبل نظرا للظروف وخاصة تو انتوما بعد رمضان يعني عيد صغير الصغار كلها تكسات ولبست يعني نورمالمون السوق يبدا طايح للجماعة الفريب البريود هذي هو طايح طايح على الاخر بلات غاليين وكل شيء غالي ماذا مش عمل حاجة مش غالي كل شيء غالي تبع الأسواق ولا عندك حانوتة؟ لا نتبع في الأسواق. الأسواق من سوق لسوق؟ من سوق لسوق. قد ايه من سوق تخدم في الجمعة؟ خمسة أسواق. خمسة أسواق. خمسة أسواق. وثم سوق معين تفرح كي يجي ثم أكيد ثم سوق فيه خدمة أكثر. إيه ثم سوق صحيح فيه. خدمة. أكثر سوق فيه خدمة الفريب أنا. ثم بومال مرسى. بومال والمرسى. أي عندك الزهرة اليوم الخميس الزهرة الزهرة. فهمني المكاسة وخي توكيم المرسى كي مثلا ما نمشيش لها علاش خاطر المكاسة غالي المرسى مثلا قداش تخلص هنا 70 في المرسى قداش تخلص خلص 200 ألف 200 دينار 200 دينار سوق المرسى حمام لنف 150 دينار رادس 80 دينار يعني يعني واحد يدخل في الريسك ينجم يدفع من جيبه ما يدفع من جيبه عندك برشا في الفريق عندي برشا قد ايه من عام ديك 15 سنة 15 سنة في الفريق به تغير الفريق اول ما بديت لليوم شنو اللي تبدل تغير 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 قولي في الغلاء الغلاء بالا تغير بالا تغلو سلعة غلط سبتو احنا الدينار طايح وكلها امبورتاسيون معنا البالا تغاليني ذاك علاش الفريب كل دومان عنده المحتكرين نتاعو اللوبيات نتاعو اللي يسيطروا الفريب عنده ناس مسيطر عليه والله هيك ثم والله اعلم هيك لابد ثم حكايه لابد مسيطرين عليه ثم شكوني خدمه الفريب تحسها قمار ساعات تشري قطوس في شكاره بالا تحلها وانت وزهرك انت وزهرك بالطبيعه تشري بالا شنو فيها هي ما تعرفش شنو فيها بالضبط تطلع لك مره بها هي مره انت والكاليتي تو لو على الكاليتي على الكاليتي انت والكاليتي تقطع باي مره تقطع خايب ساعات تجيبها لفاوحة وساعات جمله ساعات جمله طيش ما يشوفوا خلوه يمشوا فكرت شي مره انك تبدل المشروع هذا تقول يزيني فديت خلينا نعمل حكايه اخرى فكرت قعدت عام ما خدمتش عام تفكر ورجعت للفريق ورجعت ما لقيتش حاجه اخرى مناسبه ما لقيتش مشيت للخضرة مشيت للمرمى مشيت لبرشا حاجة جربت من الفريب أهون الفريب أهون شوي تشجع إنسان جديد يحب يعمل مشروع عنده شوية فلوس تشجعه أنه يعمل فريب بالنسبة لي ما تشجعوش بالنسبة لي مش حلم الوكي نقول له سايب عليك